الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب الأحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب الأحد والكفن إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن لتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني أنا الذي يغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني يا زلة كتبت في غفلة ذهبت يا حسرة بقيت في القلب تحرقني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن دعني أسح دموع الانقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتنكير والحزن دع عنك عدلي يا من كان يعدلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني كأنني بين كل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولن أرى الطب هذا اليوم ينفعني واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني وغمضوني وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم نبغي غسلا حذقا حرا أديبا أريبا عرفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لكمام لها وصار زادي حنوطي حين حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وأنزلوا وحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محتزما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني
وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن. في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا آخ يؤنسني. وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كنا دهشني. من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني. فامن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني. فقاسم الأهل مالي بعد ما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني. فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن. يا نفسي كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني. يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن. ثم الصلاة على المبعوث سيدنا ما وضى البرق في الشام وفي اليمن. والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب الأحد والكفن. ليس الغريب غريب الشام واليمن، إن الغريب غريب الأحد والكفن. إن الغريب له حق لغربته على المقيمين في الأوطان والسكن. لتنهرن غريبا حال غربته الدهر ينهره بالذل والمحن. سفري بعيد وزادي لن يبلغني وقوتي ضعفت والموت يطلبني. ولي بقايا ذنوب لست أعلمها الله يعلمها في السر والعلن. ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تماديت في ذنبي ويسترني. أنا الذي يغلق الأبواب مجتهدا على المعاصي وعين الله تنظرني. يا زلة كتبت في غفلة ذهبت، يا حسرة بقيت في القلب تحرقني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتذكير والحزن. دعني أسح دموعا لا انقطاع لها فهل عسى عبرة منها تخلصني. دعني أنوح على نفسي وأندبها وأقطع الدهر بالتنكير والحزن. دع عنك عدلي يا من كان يعدلني لو كنت تعلم ما بي كنت تعذرني. كأنني بين كل الأهل منطرحا على الفراش وأيديهم تقلبني. وقد أتوا بطبيب كي يعالجني ولن أرى الطب هذا اليوم ينفعني. واشتد نزعي وصار الموت يجذبها من كل عرق بلا رفق ولا هوني. واستخرج الروح مني في تغرغرها وصار ريقي مريرا حين غرغرني.
وغمضوا لي وراح الكل وانصرفوا بعد الإياس وجدوا في شرى الكفن وقام من كان حب الناس في عجل نحو المغسل يأتيني يغسلني وقال يا قوم لابغي غسلا حذقا حرا أديبا أريبا عرفا فطني فجاءني رجل منهم فجردني من الثياب وأعراني وأفردني وأودعوني على الألواح منطرحا وصار فوقي خرير الماء ينظفني وأسكب الماء من فوقي وغسلني غسلا ثلاثا ونادى القوم بالكفن وألبسوني ثيابا لكمام لها وصار زاد حنوطي حل حنطني وقدموني إلى المحراب وانصرفوا خلف الإمام فصلى ثم ودعني صلوا علي صلاة لا ركوع لها ولا سجود لعل الله يرحمني وأنزلوني إلى قبري على مهل وأنزلوا واحدا منهم يلحدني وكشف الثوب عن وجهي لينظرني وأسبل الدمع من عينيه أغرقني فقام محتزما بالعزم مشتملا وصفف اللبن من فوقي وفارقني وقال هلوا عليه الترب واغتنموا حسن الثواب من الرحمن ذي المنن في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب شفيق ولا آخ يؤنسني وهالني صورة في العين إذ نظرات من هول مطلع ما قد كان أدهشني من منكر ونكير ما أقول لهم قد هالني أمرهم جدا فأفزعني فامن علي بعفو منك يا أملي فإنني مثق بالذنب مرتهني فقاسم الأهل مالي بعدما انصرفوا وصار وزري على ظهري فأثقلني فلا تغرنك الدنيا وزينتها وانظر إلى فعلها في الأهل والوطن وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك إلا راحة البدن يا نفس كف عن العصيان واكتسبي فعلا جميلا لعل الله يرحمني يا نفس ويحك توبي واعملي حسنا عسى تجازين بعد الموت بالحسن ثم الصلاة على المبعوث سيدنا ما وضى البرق في الشام وفي اليمن والحمد لله ممسينا ومصبحنا بالخير والعفو والإحسان والمنن ليس الغريب غريب الشام واليمن إن الغريب غريب الأحد والكفن ليس الغريب غريب الشام واليمن على أهل الحديث قصرت حبي فما لسواهم حب بقلبي.